أوقاتكم حياكم الله، يا هلا والله مرحبا، وجعلنا من الماء كل شيء حلو. سبحان الله العظيم. الكل يتمنى إذا عنده مزرعة إذا حفر يلقى له موية وفيرة وحلوة. إذا عندك مزرعة أو استراحة وتبغى تحفر كبير، تبغى تحدد موقعه، تابع تقريرنا اليوم بإذن الله ينال إعجابك وتستفيد منه. معنا الأستاذ محمد بن مسفر الدوسري. صبحك الله بالخير يا ابو مسفر. صباح الخير ابو حزام. وش هالعود اللي معك ما شاء الله تبارك؟ هذا نكشف به المياه الجوفيه بامر الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله تبارك الرحمن. سبق انك حددت مزارع؟ صحيح، المزرعه هذه وفي القصير. ما شاء الله، المزرعتنا هذه حدد المويه وحفرنا تقريبا قبل 5 سنوات 6 سنوات. ما شاء الله، على عمق كم طلع عندنا الماء هنا؟ هنا 170. وفي القصيم؟ 100. ما شاء الله. طريقه مجربه قديما في الشام وفي انحاء المملكه حاليا. وفي مجموعة طرق بس أنا ما مش صحت معنا إلا الطريقة هذه، طريقة العود. يعني الطريقة هذه مجربة بأمر الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى مجربة. طيب نبيك تشرح لنا على الواقع. إن شاء الله بإذن الله. أرض جديدة نبي نحدد المياه الجوفية فيها. غالبا المياه تأتي من الغرب إلى الشرق أو من الشمال إلى الجنوب. وش الفرق بينهم طيب؟ اللي من الغرب إلى الشرق غالبا تكون عذبة، واللي من الشمال إلى الجنوب تكون مالحة أو حماج. سبحان الله العظيم. يلا عطنا العود وحدد الحين خلينا نشوف. نبدأ أبو حزام، نحن نبدأ من الجنوب إلى الشمال ونشوف مجرى المياه. طبعا العود من نفسه بينزل في مجرى مياه تحت الأرض، بينزل هو العود تلقائي من نفسه. إذا مياه جارية ولا راكدة؟ لا جارية، نتكلم عن المياه الجارية. يعني الآن لو تحت في مواسير ممددة بيثني عليها؟ لا صحيح، يطلع ينزل لهم فيها. أهم شيء المياه الجارية. شوف الحين العود سبحان الله. طب ما نزل يا أبو مسر. على حسب مجرى المياه اللي تحت. ما شاء الله. ها. أمسكه. ترى يدي شوف ثابتة. انكسر. انكسر ربع، شفتوا انكسر سبحان الله العظيم. طيب تقدر تحدد عرض المجرى؟ اي بس العود الحين تراها انكسر. فك العود شوف ورني شوف الربع سبحان الله العظيم. حددنا الحين بدايه المجرى وينه؟ طيب تقدر تحدد لنا عرض المجرى كم متر؟ ان شاء الله بنشوف كم متر. يعني إذا انتهى المجرى يرجع يرتفع العود. حدد وينه؟ هذا نهايته. كم متر تقريبا؟ 10-8. من الحين حددنا المجرى غالبا من الغرب إلى الشرق، خلاص ما عاد نحدد من الجنوب، من الشمال للجنوب ما عاد نحدد. خلاص ان هذا المجرى عذب. خلاص يعني تكتفون بهذا؟ لا بنروح نحب نشوف الجهه الثانيه وين عاد بيتجه. يعني وين بدايته وين نهايته من هنا؟ ايه بنشوف وين بيتجه. مش انا. من الغرب الى الشرق، شوف الباب الاسود هذا في بدايه الارض. اي نعم. المجرى عند الخضار هناك. اي نعم صحيح. طيب يستمر لين وين؟ نبي نشوف وين بيتجه عشان الارض يبي يحفر في اول الارض؟ في اولها او وسط او اخر، نبي نشوف الاخر. يعني هناك بدايه الارض هذيك. اي نعم هناك البدايه. طيب ويجي من هنا المجرى. نبي نشوف هذا بيجي هنا ولا بيجي اخر. لين هذه نهايه الارض. طبعا ابو مسر يحدد ويعطيك خيار ان تحفر هنا في الاخير او في المنتصف او في البدايه، لان هذه مجاري المويه سبحان الله العظيم زي ما قال تجي من الغرب للشرق او من الشمال للجنوب. يلا خلنا نشوف الحين. هذا الان بدايه. الآن أنت في المجرى. هذا الوجه هذا موجود ما شاء الله شاهد. بس حدد لنا نهايته وين؟ رجع سبحان الله العظيم، خلاص سبحان الله العظيم. يعني الآن هنا ما في مويه، المويه على قد العشرة والباب مسافة تقريبا حوالي 8 متر. يعني بيض الله وجهك، انت حددت الراعي الارض هذه بلاش. عشان يشوفنا ان شاء الله.